السلام عليكم. اليوم راح نشوف ملعب عنابة، نشوف التهيئة الخارجية وعملية وضع اللافتات نتاع الكاف ويعني آخر رتوشات، وهذا بعد المقابلة اللي دارت البارح مع فريق موريتانيا، بارح المقابلة الودية. إذن هذه هي أشغال اكتملت، ونشاهد روعة يعني بقات جزء من الأشغال هذا اللي يعني مش في الواجهة، جاي من جهة المقابلة من جهة ملي تاع الملعب، وهذيك تكتمل في وقتها. إذن هذا هو إن شاء الله، إن شاء الله كل هذه التحضيرات وكل هذا الجهد نزيد نرشح نفوسنا لتنظيم يعني البطولة الإفريقية تاع الكان في 2025، وإن شاء الله نكونوا جاهزين، وإن شاء الله نكونوا في الموعد كذلك. خليكم إذن تابعوا هذا الفيديو الرائع على هذا المنشاة الرائعة اللي بقى يخصها نقولوها ونعاودوها، يخصها السقف باش يعني تكتمل الفرحة تاع شباب مدينة عنابة وشباب الجزائري. السلام عليكم.